النهاردة هنكمل معاكم تلخيص جزء جديد من مسلسل الثمن، بس قبل ما نبدأ بنفكركم اننا وقفنا في الجزء اللي فات مع سارة لما اكتشفت وجود معتصم قدام بيتها، وعشان كده بتحس بالخوف فبتقترح عليها تيما ان هم يطلبوا المساعدة، لكن سارة بتبقى مترددة ومش عارفة تفكر، وعشان كده بتفاجئها تيما وبتحطها قدام الامر الواقع لما بتتصل بزين اللي بيرد عليها على طول، فبتقول انه في شخص جه وعرض على سارة رشوة في الشركة وده عشان يدخل شريك معاهم في مشروع دبي، لكن سارة رفضت من ساعتها وهو واقف قدام البيت بعربيته، وعلى طول بيقرر كرم انه يروح لحد عندهم وبيقدم مساعدته وبيطلب من تيما انها تفضل فاتحه سماعه التليفون علشان يتابع معاهم اللي بيحصل وهو في الطريق. وبعد دقايق بيوصل كرم لبيت ساره، وطبعا معتصم اول ما بيشوفه بيشغل عربيته وبيجري بيها بعيد، وفي اللحظه دي بيتصل وائل بزين علشان يعرف منه عمل ايه مع معتصم، فبيقول له زين انه اول ما شافه هرب، وبيقول له كمان انه هيدخل لساره وتيما عشان يفهم منهم اللي حصل، ولما بيدخل لهم زين بيطلب من ساره انها تفهمه كل حاجه بالتفصيل، فبتقول ان معتصم عرض عليها رشوه مرتين علشان توافق على ان شركته تاخد جزء من حقوق تنفيذ مشروع دبي، وبتعرفه انها لما رفضت العرض بتاعه بدا يطاردها ويهددها، وفي الاخر جه وقف قدام البيت علشان يخوفها، وطبعا زين بيلوم تيما وساره لان هم خبوا عنه، وبيقول لهم ان هم كان لازم يعرفوه او يعرفوا كرم او وائل باللي بيعمله معتصم علشان يتصرفوا. فبتعتذر له ساره وبتقول انها اول مره تتحط في موقف زي ده، وكانت فاكره معتصم شخص طبيعي ومش هيوصل بالحل لانه يهددها، وبيقدر زين انه يحافظ على هدوءه المعتاد، وبيقول لها ان مشروع دبي مشروع ضخم وتكلفته كبيره جدا، وعشان كده مقاولين كتير مستعدين يعملوا اي حاجه عشان ياخدوا حقوق تنفيذه. وفي اللحظه دي بيسمع صوت عربيه وائل وبيقول لساره انه حكى له على كل حاجه، فبتقوم ساره تفتح له الباب، ولما بيدخل وائل وبيقعد معاهم بيقول لهم انه عارف معتصم وعارف شركه المقاولات بتاعته، وبيخمن وجود حد وراه بيحركه لان اصلا شركته صغيره وما تقدرش تقدم عرض لتنفيذ مشروع دبي لوحدها، فبيرد عليه زين وبيقول له ان المهم دلوقتي هو ان هم يعرفوا هو ناوي على ايه بعد كده، ولان ساره بتبقى لسه خايفه بتقترح ان هم يبلغوا الشرطه، لكن زين بيقول لها ان التصرف الافضل في الموقف ده هو الصبر، وبيفهمها ان هم هيستنوا له غلطة كبيرة وقتها يبلغوا الشرطة، وده عشان يقدروا يدينوه ويدخلوا السجن، وبيطمنها وبيقول لهم ان هم في حمايته. بعدها بنشوف كرم في اليخت بتاعه بيكون وحيد وسكران، ومامته هالة بتحاول تتصل بيه بس بيفضل يشرب وبيردش عليها، وفي نفس الوقت ده بتسأل نور فراس ان كان بيفكر في اسم للتوأم اللي في بطنها ولا لا، فبيقول لها ان هم لسه معرفوش ان كانوا صبيان ولا بنات، فبتبتسم وبتقول له ان هي حاسة ان هم صبيان، وبنلاحظ ان فراس باله مشغول بحاجات تانية وعشان كده بيتمنى ان ربنا يحقق لها اللي هي عايزاه وبيسكت. وفي اللحظة دي بيخبط سالم على الباب وبيدخل ياخد فراس بحجة الكلام في الشغل، ولما بيبقوا لوحدهم بيرجع سالم يهدد فراس وبيقول له انه لازم يشتري له عربيه بسرعه والا هيفضحه قدام مراته، ولما بتشك نور في اخوها سالم وجوزها فراس بتطلع لهم وبتسالهم هما بيتكلموا في ايه بعيد عنها، فبيكذب فراس عليها وبيقول لها ان سالم عنده امتحان تاني يوم وعشان كده بيطلب منه انه يوصله بالعربيه بتاعته، وبتدخل الكذبه على نور وعشان كده بتنصح اخوها سالم انه يروح ينام علشان يصحى فايق للامتحان. وبعدها بنشوف زين ووائل عند كرم في اليخت وبيحكي له زين عن اللي حصل مع ساره، لكن كرم ما بيكونش فايق قوي وعشان كده زين بيتعصب وبيطلب من وائل انه يجيب له معتصم لحد عنده، ولما بنروح لمعتصم بنلاقيه مع السيد ناصر علشان يقول له انه زين شافه قدام بيت ساره، وبيستنتج ناصر ان ساره تهم زين جدا وعشان كده هو راح لها بنفسه علشان يحميها، وبيقول لمعتصم انهم لازم يصبروا ويكملوا جمع معلومات عن ساره وعن زين، وبيطلب منه انه يبلغ هيفا انها تفضل تنقل لهم المعلومات مقابل الفلوس اللي هتطلبها، وفي النهايه بياكد السيد ناصر على معتصم انه يفضل شغال لحسابه في السر وبس لانه مش عايز اي حد يحس بوجوده. وتاني يوم الصبح بينبه السيد ابراهيم على سالم انه لازم يروح على الشركه على طول بعد ما يخلص محاضراته، لكن فراس بيتدخل وبيقول للسيد ابراهيم ان سالم عنده امتحان النهارده ومش هيقدر يروح الشركه، وطبعا سالم بيمثل انه بيبقى متوتر بعد الامتحان، لكن السيد ابراهيم بيصمم على ان سالم يروح الشغل وبيقول انه هيسمح له يتاخر شويه بس لازم يروح الشركه. وفي نفس الوقت ده بتتصل ناديه بحفيدها ابراهيم، لكن ام ساره بتطلب منه ما يردش على التليفون لانها لسه بتبقى خايفه عليه، ولما بتاخد منه سماعه التليفون وبتلاقي جدته ناديه هي اللي بتتكلم بترتاح، بس بتفضل حذره وخايفه على ابنها، وعشان كده بترفض طلب ناديه اللي بتبقى عايزه تاخده تفسحه على البحر، وبتطلب منها انها تجيب له البيت عشان تشوفه من غير ما يخرجوا. وبعدها بيتصل كرم بتيما وبيقول لها ان هم بعتوا فاروق السواق بعربيه مخصوص تاخدها هي وساره، وده عشان يبقوا مطمنين عليهم، وبتشكره تيما وبتقول ان هم مقدرين تعبه وخوفه عليهم، ولما بيوصلوا الشغل بتشوفهم هيفا نازلين من العربيه وبتجري وراهم وبتبارك لهم، ولما بتستغرب ساره من المباركه دي بتقول لها هيفا انها شايفاها نازله من عربيه بسواق خصوصي، وبتحرجها تيما وبتقول لها انها بتتدخل في حياه الناس وبتنصحها انها تشغل نفسها بالشغل يمكن حالها يتعدل. اما سالم فبقى بيكون قدر يجبر فراس فعلا انه يشتري له عربيه، لكن فراس بيبقى خايف حد يكتشف السر ده فبيأكد عليه انه ما يقولش لاي حد، وبيطلب منه كمان انه يركنها بعيد عن الفيلا ويرجع على هناك مشي. وبعد شويه بنشوف ناديه مع حفيدها ابراهيم اللي بيقول لها انه زعلان علشان ما قدرش يخرج معاها ويروحوا البحر، فبتوعده ان هم يروحوا مع بعض مره تانيه، وبتسال امينه عن السر اللي خلى ساره ترفض خروج ابنها من البيت، فبتقول لها انها خايفه عليه لانه كان في شخص بيهددها وواقف قدام البيت الليله اللي فاتت. في نفس الوقت ده بنشوف فراس مع رولا قدام الشهر العقاري، وبعد ما بيكتب لها فراس بيت باسمها بتشكره وبتقول
بتقول له انها بتحبه فبياخدها يفرجها عليه وهي بتبقى مبسوطه جدا. ولما بنروح لكرم بنلاقيه في مكتبه بنشوفه وهو متفاجئ من دخول امه عليه رغم انها بتبقى جايه تطمن عليه، وبتقول له انها بتحاول تكلمه من الليله اللي فاتت وهو ما بيردش عليها، وبتقول له كمان انها حاسه انه رجع يشرب مره ثانيه. فبيقول لها ان ده ما حصلش بس مضغوط الفتره دي وباله مشغول دايما. وبعدها بيدخل وائل لزين مكتبه وبيقول له انه جمع معلومات عن معتصم وعرف انه عنده مكتب سري بخلاف مكتبه في الشركه بتاعته، وفي المكتب السري ده بيعمل صفقاته مع الشخص اللي هو شغال لحسابه. وبيقوم زين وبيقول لوائل ان هما لازم يروحوا المكتب السري ده، وبيعدوا على مكتب كرم وبياخدوه معاهم. ولما بيوصلوا للمكتب السري اللي فيه معتصم بيتخانقوا معاه، وبيضطر معتصم انه يجر ناعم معاهم ويقول لهم انه كان عايز يقنع المهندسه ساره بعرض شركته بس، وما كانش ناوي يأذيها ابدا. لكن زين بيفضل منفعل وبيهدده عشان ما يقربش للشركه او لاي حد من الموظفين. وفي اللحظه دي بينفعل كرم هو كمان وبيكرر نفس تهديد زين. وفي نفس الوقت ده بتكون سميه ام زين قاعده على اعصابها في بيتها، وده لانها مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليها. ولما بتوصل هي لام كرم وبتلاقيها متعصبه بتحاول انها تهديها بس بتفضل متضايقه وبتقول لها انها تعبت، وبتقول لها كمان انها بتسحب الكلام من زين ابنها بالعافيه وعشان كده لا هي عارفه هو بيفكر في ايه ولا عارفه هو هيعمل ايه. فبتقول لها هالة انها راحت الشركه لابنها كرم لانها بتعاني من نفس المشكله معاه، وهناك عرفت ان هم هيعملوا مشروع المستشفى اللي ساره اتكلمت عنه لما استلمت الجائزه بتاعتها، وعرفت كمان ان زين هو اللي رسم المشروع عشان يحقق لساره حلمها. وطبعا القصه دي بتزيد من عصبيه سميه وبتقول لهالة ان زين ابنها بالطريقه دي بقى موظف عند ساره، اما هي فما بتقدرش تتكلم معاه كلمتين على بعض، وده على الرغم من انها امه. وبتقول لها كمان انها مش عايزه تخسر ابنها، وبتتعجب هالة من كلام سميه، بتقول لها انها حاسه انها مكبره الموضوع شويتين، وبتقول لها ان كرم ابنها بيتكلم كويس عن ساره، ده معناه ان علاقه زين بيها مش ازمه كبيره. فبتقول لها سميه ان كرم لطيف مع كل الستات وطبيعي يتكلم عن ساره كويس. وبتضطر هالة انها تدافع عن ساره بنفسها، وبتقول لها ان ساره مهندسه شاطره وامينه ده غير انها بنت ناس وعندها حضور طاغي. وبتقول لها كمان ان قرب ساره من زين مش معناه انها هتخطفه منها، وبتنصحها انها تقرب منها وتعرفها كويس قبل ما تحكم عليها. وبتضايق سميه بتقول لهالة ان ساره ست ارمله وعندها ابن مريض والمفروض لا تحب ولا تعشق ولا تعلق زين بيها، وخصوصا ان زين اي بنت تتمناه ومش معقول حظه يكون مع الارمله. وبالليل بيقعد كرم مع زين وبيقول له انه عمره ما شافه متعصب كده، فبيقول له زين انه خاف وحس ان معتصم ممكن ياذي ساره بجد وعشان كده كان منفعل ومستعد يقتل معتصم، وبيعترف ان هم اتصرفوا بطريقه مش شبههم خالص بس كانوا مجبرين عليها. وبيوافقوا كرم على كلامه بس بيسالوا عن طبيعه علاقته بساره في الوقت الحالي، فبيقول له زين انه ما يعرفش بس على الاقل بيحاول يقرب من ناحيته لانه عنده امل كبير، ولان كرم هو كان معجب بيها. وبيضغط على زين وبيقول له انه مش معقول بعد كل اللي عمله مع ساره ما اخدش جواب منها. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم وائل وبيقول لهم ان الشرطه استدعت معتصم للتحقيق، وبيرتاحوا كلهم وبيقولوا لبعض ان ده خبر كويس. وبعد ما بيسيب زين السهره مع كرم ووائل بيتصل بساره وبيقول لها انه لسه عنده امل انها تشوفه بطريقه تانية، فبتقول له ساره ان هم اتكلموا كتير في الموضوع ده واتفقوا ان علاقتهم هتكون في حدود الشغل وبس. فبيقول لها ان كل حاجه بتتغير، ولما بيلاقيها مصممه على موقفها بيغير الموضوع وبيقول لها انه كان مكلمها عشان يقول لها ان الشرطه استدعت معتصم، وبتشكره ساره على كل حاجه بيعملها علشانها. وتاني يوم بتوصل ساره وتيما على الشركه مع فاروق في العربيه اللي خصصها لهم زين وكرم، واول ما بيدخل الشركه بتقول لهم السكرتيره صباح ان زين منتظرهم عنده في المكتب. هناك بيقول لهم ان الشرطه بدات التحقيق مع معتصم بتهمه محاوله تقديم الرشوه، وفي نفس الوقت ده بتودع نور اخوها سالم وبتطلب منه انه يرد على اتصالاتها لو حاولت تتصل بيه، وبيقول لها انه بيبقى مشغول بالمحاضرات بتاعته وبيخرج مع فراس اللي بيبقى مهتم انه يساله عن المكان اللي ركن في العربيه، وبيقول له انه ركنها في حاره مخفيه بس فراس بيبقى قلقان وخايف من تهوره وبيقول ان ابو السيد ابراهيم لو شم خبر بموضوع العربيه ده هيتصرف معاهم بشكل قاسي. وفي اللحظه دي بيكون السيد ابراهيم نازل من اوضته وبيسال ناديه مراته عن صحه حفيدهم ابراهيم، فبتقول له انه كويس وكل يوم في تحسن، وبتساله لو كان عايز يشوفه، فبيقول لها انه مشتاق ليه وبيحلم انه يلعب معاه طول الوقت. فبتقول له ناديه انه اكيد متضايق من ساره لانها حرمه من حفيده، لان السيد ابراهيم بيبقى فاهم هو عمل ايه مع ساره، بيقول لها انه مش متضايق منها لان هو نفسه متضايق من نفسه بسبب اللي عمله معاها وعشان كده هو بيعذرها. ولما بتسمع نور الحوار ده بتقول لحماها السيد ابراهيم انها عايزه تشوف ساره وتتعرف عليها، فبيقول لها ان ده تصرف كويس وعاقل. اما حماتها ناديه فبتقول لها انها هترتب لها ميعاد مع ساره بنفسها. وبعدها بيخرج السيد ابراهيم وبيشوف سالم وفراس وبيعرض على سالم انه ياخده في طريقه عشان يوصله للمعهد بتاعه، لكن سالم بيقول انه عاوز يعتمد على نفسه ويروح بالباص، فبيقول له السيد ابراهيم ان دي حركه حلوه منه لانه بكده ابتدى يعتمد على نفسه ويبقى قد المسؤوليه. وطبعا فراس بيسمع الكلام ده وما بيقدرش يرد. بعد دقائق بيتفاجئ سالم وهو لسه بيدور عربيته الجديده بعربيه السيد ابراهيم معديه من جنبه، فبيوطي عشان محدش يشوفه وبيقول لنفسه ان فراس غبي وكان لازم يغير طريق السيد ابراهيم علشان ما يشوفوش. وفي الشركه لما بتكون هيفا مشغوله باتصالاتها بتفاجئها صباح وبتتوتر، لكن صباح بتقول لها ان السيد كرم بيقول لها تخلي رولا قريبتها تيجي الشركه الاسبوع اللي جاي علشان يعمل معاها مقابله عمل. وبعدها بيكتشف السيد ابراهيم ان سالم ما جاش الشركه، فبيسال فراس ان كان يقدر يعتمد على فراس
في شغل جد، وبيقول انه يعرفوا اكتر منه يقدر يفيد، ومحدش فيهم بيكون عارف ان فراس في اللحظه دي عمال يلف في شوارع بيروت بعربيته الجديده. وفي الطريق للبيت بيقول ابراهيم لفراس انه مستغرب من احواله، وبيقول له انه بيلاحظ غيابه عن الشغل في وسط اليوم، ولما بيتصل بيه عشان يتكلم معاه بخصوص الشغل ما بيردش عليه، وبيقول له كمان انه اكيد في حاجه مخبيها والحاجه دي هي السبب في غيابه المتكرر. وفجاه وفي وسط كلامهم بتخبط فيهم عربيه من ورا، وبينزل السيد ابراهيم عشان يتكلم مع اللي خبطهم، وبيتفاجئ بسالم نازل من العربيه وبيزعق له وبيساله ان العربيه اللي راكبها دي بتاعت مين وليه هو سايقها. وطبعا سالم بيتلخبط وما بيلاقيش رد، وبيفضل يبص لفراس وهو متوتر. وبالليل بتحضر ساميه معرض لفنانه اسمها شيما، ولما بتشوف ابنها زين جاي المعرض ده وجايب معاه سارة في عربيته بتتضايق وبتستاذن من كرم، وبتقول له انها هتقابله جوه المعرض، بس الحقيقه انها بتكونش متحمله تشوف ابنها زين مع سارة. اما سارة فبتدخل المعرض وبتسلم على تيما صاحبتها وبتقول لها انها زي القمر، وبتسيبها وبتقف تتفرج على لوحه عجباها، ولما بيشوفها زين بيروح يقف جنبها وبيقول لها انه ما يعرفش يوصف اللوحات بالكلام، وبيطلب منها توصف له اللوحه اللي هم واقفين قدامها، فبتقول له انها لوحه حلوه بس في نفس الوقت حزينه، وبتقول له كمان ان شيما فنانه متمكنه من ادواتها، وده لدرجه ان اللوحات بتاعتها بتتكلم عن نفسها. وفي نفس الوقت ده بتروح تيما الكرم وبتساله ان كان شاف كل لوحات المعرض، فبيقول لها انه اتفرج واشترى كمان، وبيعرض عليها ان هم يخرجوا بره يشموا هوا بعيد عن زحمه المعرض، وبتوافق وبتخرج معاه. ولما بنرجع لسالم بنلاقيه مع فراس ومع السيد ابراهيم اللي بيقرر انه يتصل بناديه وبيقول لها ان هم عملوا حادثه وهيوصلوا على البيت بعد شويه ويحكي لها كل حاجه، وبيقول لها انه بيتكلم بس عشان يطمنها عليهم وعشان ما تعرفش اللي حصل من حد تاني. وفي نهايه المعرض بنشوف السيده سميه والسيده هاله مع شيما صاحبه المعرض، واللي بتفضل تشكرهم على دعم الفنانين في لبنان، وبتقول لهم ان هم نوروا المعرض المتواضع بتاعها. وفي اللحظه دي بتقرر السيده سميه انها تروح لساره لما بتشوفها لسه واقفه بتتفرج على باقي اللوحات، وبتسالها ان كانت اللوحه اللي هي واقفه قدامها عجباها، فبتقول لها ان روح شيما طاغيه على كل لوحاتها وهي حابه ده. وبتقرر سميه انها تدخل في الموضوع اللي هي جايه لها علشانه، وبتقول لها انها اتفاجئت لما عرفت ان مشروع المستشفى هيتنفذ، وكان في حد قرر انه يفرغ نفسه عشان يحقق لها احلامها، وبتقول لها ساره ان هي كمان اتفاجئت. وبتفضل سميه تلف وتدور وبتقول لها انها شافت حوارها مع المجله وعرفت ان المستشفى دي حلمها، واكيد زين هو كمان قرا الحوار، وده معناه ان الفتره اللي اختفى فيها كان بيرسم لها تصميم المشروع. وبتفهم ساره الغرض من ورا كلامها وبتاكد لها انها اتفاجئت زيهم بالظبط، لكن سميه ما بترتاحش وبتقول انها جايه تسالها عن العلاقه اللي بينها وبين ابنها زين، وبتضايق ساره وبتقول لها انها اكيد جايه لها وهي متاثره بالاشاعات اللي طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقول لها ان الاشاعات دي مش حقيقه وغرضها ركوب الترند وزياده عدد المشاهدات بس، وبتقول لها كمان ان مفيش بينها وبين زين ابنها غير الشغل. وفي اللحظه دي بيشوف زين ام سميه واقفه مع ساره وبيسلم على الشخص اللي هو واقف معاه، وبيروح يلحق ساره من بين انياب سميه، لكن سميه بتفهم هو جاي لها ليه وبتقول له انها كانت بتتعرف على المهندسه ساره اللي مشرفه الشركه بتاعتهم ورفع راسهم، فبيقول لها زين انه مكلمها قبل كده عن كفاءه ساره وتميزها. وبنرجع لكرم وبنلاقيه اخد تيما لليخت بتاعه وبتقول له انها سمعت عنه انه عايش في البحر، فبيقول لها ان اللي سمعته صحيح، وبيسالها ان كانت بتخاف او بتدوخ من البحر، ولما بتقول له انها بتحب البحر وما بتخافش منه بيعزمها على اليخت. وبعدها بنشوف ابراهيم وصل لبيته ومعاه فراس ابنه ومعاه سالم، وهناك بيقول لناديه ولنور ان سالم هو اللي خبطهم بعربيته الجديده، وبتجنن نور وبتساله ازاي قدر يشتري عربيه جديده، فبيقول لها انه جاب قرض من البنك واشترى العربيه، بس نور ما بتصدقش وبتقول انه مفيش بنك لبناني هيديله قرض بدون ضمان. وهنا بيقرر ابراهيم انه ياخد فراس وسالم على مكتبه عشان يعرف منهم الحقيقه كامله، وطبعا بيضطر ان هم يروحوا وراه من غير ولا كلمه. لما بيدخلوا المكتب بيطلب منهم يقفلوا الباب وراهم، وبيقول لهم ان هم كانوا مكسوفين يتكلموا قدام ناديه ونور، بس دلوقتي لوحدهم ويقدروا يتكلموا ويقولوا الحقيقه. وبيسال سالم عن الطريقه اللي جاب بيها الفلوس عشان يشتري العربيه، وبيحاول سالم يستمر في الكذب، بس السيد ابراهيم بيتعصب عليه وبيعترف سالم وبيقول له انه جاب الفلوس من فراس، وعلى طول بيسال السيد ابراهيم ابنه فراس ليه كذب عليه، فبيقول له انه كان خايف منه وفي نفس الوقت كان عارف ان سالم مزنوق، فبيتضايق منهم السيد ابراهيم وبيسيبهم وبيخرج من المكتب. ولما بنرجع لكرم بنلاقيه قاعد مع تيما على اليخت وبيكلمها عن الفراغ اللي هو حاسس بيه جواه، وبيقول لها ان مفيش حد يقدر يوصف الفراغ ده لانه لا له لون ولا له شكل، وبتقول له تيما ان الاول مره بتشوفه مختلف عن كرم اللي بتشوفه في الشركه، وبتقول له كمان انه طول الوقت شخص ايجابي بس اكتشفت دلوقتي انه جواه شخص تاني، وعشان كده بيفسر لها كرم اللخبطه اللي عندها دي، وبيقول لها انه ما بيعبرش عن نفسه كتير وده اللي بيخلي الناس تتلخبط بين كلامه الايجابي وبين شخصيته الحقيقيه. وفي نفس الوقت ده بيكون كرم مع ساره في الطريق لبيتها وبيسالها ان كانت جربت ترسم وهي صغيره ولا لا، فبتقول انها كانت بترسم زمان بس بطلت، وبيقول لها انها لو كانت استمرت واخدت الموضوع بجديه كانت نجحت وده لانها شخصيه قويه وناجحه، فبتقول له ساره ان مفيش حد بيقدر ينجح في كل حاجه، وبتضحك. وتاني يوم بيكون يوم الاجازه الاسبوعيه في شركه موزايك، وبتتكلم تيما مع ساره وبتحكي لها عن الليله اللي قضيتها مع كرم على اليخت، وبتقول لها ان هم قعدوا يتكلموا لحد الصبح، وبتقول لها كمان انه طلع شخص تاني غير الشخص اللي بيشوفوه في الشركه. وقبل ما يقفلوا المكالمه بتقول ساره لتيما ان نور جايه تزورها وان هي وافقت على الزياره دي عشان خاطر ناديه حماتها، وكمان لان نور حامل وهي مش عايزه تزعلها. وفي نفس الوقت ده بتروح نور لاخوها سالم وبتصحيه من النوم وبتقول انها مكسوفه تبص في وش اي حد من عيله جوزها بسبب اللي هو عمله، وبتقول ان هم لازم تعرف الحقيقه لانها حاسه انه بيكذب عليها في حاجه هي ما تعرفهاش، وبتقول له كمان ان فراس مش هيدي فلوس بدون مقابل،
وفي اللحظة دي بتنادي نادية عليها عشان يروحوا لسارة يزوروها، وبتقول لأخوها سالم إنها ترجع له تاني وأحسن له إنه يعقل ويعرفها الحياة كاملة وبدون ما يخبي عليها حاجة. ولما بتمشي نور بيتصل سالم بالبنت اللي هو مصاحبها من الكورس واللي اسمها ليل، وبيقول لها إنه مش هيقدر يقابلها النهاردة عشان عنده مشاكل كتير لازم يحلها. بعدها بيقرر زين إنه يروح يزور أمه سمية اللي بتقول إنه كل المواقع الإخبارية كاتبة عن المعرض، وبتقول إن هما لازم ياخدوا صورة عائلية في المعرض لأن هما اللي منظمينه. فبيقول لها زين لبنان كلها عارفة إن هما اللي منظمينه بدون ما يتصوروا. وبيسألها زين عن وقوفها مع سارة في الحفلة، بتقول إنها وقفت معاها عشان تفهم منها طبيعة العلاقة اللي بينهم، وبتقول له كمان إنها ارتاحت لما سارة قالت لها إن مفيش بينهم أي علاقة غير الشغل. بس زين بيقول لها إنه بيحبها وعايز يكون في ما بينهم علاقة غير الشغل، ولما بتسألهم كان بيفكر إنه يتجوزها بيستفزها وبيقول لها إنه بيتمنى ده. وطبعا الرد ده بيعصب سمية جدا، وبتقول لكرم إن كل بنات لبنان يتمنوا إن هما يبصوا لهم وهو رايح يتعلق بواحدة أرملة ومعاها طفل. بيلومها زين على النظرة العنصرية بتاعتها اتجاه الأرامل، بس بتكمل كلامها وبتقول إنه سارة ست مش كويسة وإنها باصة لفلوسه وبس، ولو لقيت راجل أغنى منه تقدر توقعه هتسيبه فورا وتجري على الأغنى منه. بنهاية الحوار بتقول له سمية إنه طالع لأبوه بالظبط، فبيطلب منها زين إنها ما تكملش كلام عشان من ساعة ما قعدوا هي بتغلط فيه وبتغلط في الست اللي هو بيحبها، وبيقرر إنه يقوم يمشي من قدامها ويسيبها وهي متضايقة. ولما بنروح لسارة بنلاقيها قاعدة مع نور ومع نادية، وبتبقى دي الزيارة الأولى من نور لسارة ولابنها إبراهيم، وعشان كده بتبقى جايبة له هدية وبتقول له وهي بتقدمها له إنها هتخلف بعد كام شهر بس، وإنه لازم يلعب مع الأطفال اللي هي هتخلفهم. ولما بتخلص الزيارة وبتخرج نور ونادية من البيت بيشوفوا اتنين من العمال جايبين صندوق خشب كبير لسارة، وبتسأل نور عن الصندوق وبتلومها نادية وبتقول لها إن دي حاجة مالهمش دخل فيها. ولما بيسأل إبراهيم أمه سارة هو كمان عن الصندوق، بتقول إنه أكيد حاجة تبع الشغل، وبتطلب منه يوريها اللعب اللي جابتها له جدته نادية. وفي نفس الوقت ده بنشوف فراس بيتكلم مع رولا في التليفون وبيقول لها إنه مش هيقدر يقابلها النهاردة عشان عنده مشاكل كتير في البيت وفي الشغل، وبيقول لها كمان إن أبو السيد إبراهيم ابتدى يشك فيه وعشان كده بيطلب منها تصبر على غيابه الايام الجايه شويه. وهنا بتلاقي رولا فرصه عشان تكلمه عن الشغل الجديد وبتعرفه انها تعمل مقابله عمل بكره، وبيستغرب فراس وبيسالها هي قدرت تشتغل تاني من امتى، فبتقول له انها مش هتفضل في انتظاره وما بتعملش حاجه في حياتها، وبتقفل في وشه السكه. في اللحظه دي بيخبط عليه ابوه ابراهيم وبيقول انه منتظر في المكتب بتاعه، وفي المكتب بيقول انه على الرغم من ان مراته هتخلف قريب ويبقى اب الا انه لسه بيتعامل كانه طفل صغير، وبيلومه على انه بيمشي ورا فراس وبينفذ له اوامره وبيقول انه اوامر فراس مش هتخلص ابدا، وهو بكده بيحط نفسه في موقف صعب طول الوقت. في نهايه الكلام بيقول السيد ابراهيم لابنه انه زعلان منه لانه كذب عليه، فبيوعده فراس انه ما يكررهاش تاني، وبيرد عليه ابراهيم وبيقول له انه ابنه الوحيد وما عندوش غيره عشان يعتمد عليه في ايامه اللي جايه. بعدها بنرجع لساره اللي بتبقى قررت انها تفتح الصندوق، ولما بتفتحه بتتفاجئ انه جواه اللوحه اللي عجبتها في معرض شايمة واللي وقفت قدامها هي وزين وفضلوا يتكلموا عنها. وفي نفس الوقت ده بيكون زين قاعد مع وائل وبيقول له انه مشكله ام سميه هي انها ما تتحملش وجود ست تانيه غيرها في حياته، وبيقول له كمان دي اختياراته الشخصيه وهو حر فيها، وعلى الرغم من كده فهو طاوعها كتير ومشي على مزاجها، بس كل ده لازم يتغير لان طريقتها معاه بقت مستفزه قوي. وبيستنتج وائل من كلام زين ان امه مش هتوافق على ساره ابدا، وبيقول له زين انها لا هتوافق على ساره ولا على اي واحده هو يختارها، واللي هتوافق عليها عشان تكون مراته لازم تكون من اختيارها الشخصي، وبينصحه وائل انه يكون هادي ويتصرف بحكمه وخصوصا مع امه. فبيقول له زين انه هادي بس حاسس انه بيحارب طواحين الهوى، وبيقول له انه حتى ساره لسه مش قادر يقنعها انها تشوفه كحبيب او كزوج، وبيقول له كرم انه هينجح في النهايه لانه غرقان لشوشته في الحب ومستحيل يتخلى عن ساره مهما حصل. وبالليل بتكون ساره لسه واقفه قدام اللوحه وبتتامل فيها، وكان بتجرب تحطها على الحيطه بس بتغير رايها وبترجعها للصندوق مره تانية، وبتقرر انها تتصل بزين وتقول انها مش هتقدر تقبلها، بس بيترجاها وبيقول لها ان اللوحه دي من قبل ما تترسم كانت عارفه طريقها كويس، وبيطلب منها انها تقبلها وبلاش تكسفه. وتاني يوم الصبح بنشوف نور خارجه من البيت وبتركب تاكسي وبتدي السواق عنوان المعهد اللي بياخد فيه اخوها سالم الكورس، ولما بتوصل بتلاقيه لسه في المحاضرات بتاعته وبتقعد تستناه. وفي شركه زين وكرم بنشوفهم قاعدين مع وائل وبيسالوه عن نسبه نجاحهم في الفوز بالمناقصه الجديده، فبيقول لهم وائل ان نسبه النجاح عاليه لان مفيش منافس ليهم غير شركه ناصر، فبيقول له زين ان هم هيحضروا جلسه فض المظاريف بنفسهم. وفي نفس الوقت ده بتكون رولا وصلت الشركه وقاعده مع هيفا مستنيه وائل عشان يعمل معاها مقابله الشغل، وبتسال هيفا ان كانت هتتقبل في الشركه ولا لا، فبتطمنها هيفا وبتقول لها ان مسيو كرم بنفسه موصي عليها واكيد هتتقبل، وبتسالها هيفا ان كانت معرفه فراس حبيبها انها تشتغل، فبتقول لها رولا انه مش عايزه تشتغل بس لو اتقبلت في الشركه دي رايه مش هيكون مهم قوي بالنسبه لها. لما بنرجع لنور بنلاقيها لسه قاعده تستنى اخوها سالم في المعهد، وبتشوف الاستاذ فادي المسؤول عن تدريس الكورس وبتسلم عليه وبتساله عن سالم، فبيفاجئها وبيقول لها ان سالم ما حضرش اي محاضرات اليوم ده، وبيقول لها كمان انه غايب عن المعهد من فتره طويله، ده غير انه لما استفسر من فراس عن غياب سالم قال له انه عنده ظروف بتمنعه من الحضور. وطبعا نور ما بتكونش مصدقه اللي هي بتسمعه. وبعدها بيقعد زين مع كرم عشان يتناقشوا في الشغل، بس كرم بيقول لزين انه ما بقاش قادر يتحمل ضغوط الشغل عشان كده اخد تيما وراحوا اليخت بتاعه. فضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل، بس الكلام ده ما بيعجبش زين وبيقول له ان تيما مهندسه مهمه جدا بالنسبه لهم وما ينفعش يدخل معاها في علاقه، وطبعا الكلام ده بيخلي كرم يتضايق وبيقول لزين انه مش هياخد منه نصايح عن معامله الموظفات في الشركه، وبيطلب منه يحتفظ بنصايحه لنفسه وبيسيبه قاعد لوحده وبيمشي. وعلى العشاء بيكون ابراهيم
على راس السفرة وحوالي العيلة كلها، وبتسأل نادية نورة عن اللي عملته في يومها لما خرجت من البيت الصبح، فبتكذب وبتقول لها انها كانت بتتسوق وبتشتري لوازم اطفال عشان تبقى مستعدة لما تخلف. وبيتدخل سالم في الحوار وبيقول ان التسوق للاطفال امتع حاجة في الدنيا، لكن نور بتغير الموضوع وبتسأله عن اللي عمله هو كمان في يوم، فبيكذب هو كمان وبيقول لها انه راح المعهد واموره كلها تمام. فبتبص نور لفراس جوزها وبتلاحظ انه متوتر، وعشان كده بعد ما بينام فراس بتتسحب نور من الاوضه وبتروح اوضه اخوها سالم، وبتاخد تليفونه وبتفضل تفتش فيه وبتشوف الفيديو اللي هو ماسكه على فراس جوزها، وبتفضل قاعده تعيط في مكانها لحد الصبح، ومديره المنزل بتشوفها وعشان كده بتصرخ وبتنادي على فراس وعلى ناديه وبتطلب منهم المساعده. لكن السيد ابراهيم هو اللي بيصحى الاول وبينزل ووراه مراته ناديه. بعدها بينزل فراس وسالم وبيشوفوا التليفون في ايدها وبياخدوا بالهم من انها اتفرجت على الفيديو. لما بيحاول فراس انه يقرب منها بتطلب منه يبعد عنها، وبتوري الفيديو للسيد ابراهيم اللي بيتعصب على ابن فراس وبيطلب من ناديه تودي نور على اوضتها. لما بتقوم نور مع ناديه بتقول لسالم اخوها انه نادله باعها مقابل عربيه. اما ابراهيم فبتساله ان كان هو اللي سجل الفيديو، لما بيقول ان هو فعلا اللي سجله بيساله ليه ما قالوش. وهنا بيتدخل فراس في الحوار وبيقول لابوه ان فراس ما بلغش حد عشان يفضل يبتز وياخد منه فلوس، بس ابراهيم ما بيقبلش كلام فراس وبيطلب منه انه يسكت خالص لانه شخص بدون اخلاق ولا شرف ولا ضمير، وده لانه بيخون مراته واولاده، وبيفضل يشتم فيهم هما الاثنين وبيقول لهم انه ما بقاش قادر يشوف وشهم وبيطردهم من البيت. وبره البيت بيسال سالم فراس ان كان معاه فلوس يصرفوا بيها على نفسهم بعد ما اطردوا، وبيتعصب عليه فراس وبيقول انه كل اللي حصل لهم كان بسببه، فبيقول له سالم انه مش هو اللي راح خان مراته مع السكرتيره. بيرد عليه فراس وبيقول انه ما صدق يمسك عليه الفيديو ده عشان يسحب منه فلوس يروح يتمنظر بيها قدام الستات. في النهايه بيتخانقوا هما الاثنين وكل واحد فيهم بيروح من طريق، اما النور فبتبقى ناديه جنبها وبتحاول تهديها. وبعد كده بسبب الاجواء الحزينه في بيت ابراهيم بنروح لاجواء تانية سعيده في شركه زين وكرم، وبنشوف ساره وهي بتبلغ فريق العمل كله ان شغل التصميمات انتهى في مشروع دبي، وان بقى لهم بس متابعه اعمال البناء من بعيد لبعيد علشان لو مهندسين الانشاء احتاجوا اي تفسير منهم يجاوبوا عليه. وبيقترح كرم ان هم لازم يعملوا حفله عشان يفصلوا شويه عن ضغط الشغل اللي كانوا فيه طول الفتره اللي فاتت. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم وائل وزين وبيقولوا لهم ان في مشروع تاني هيبداوا فيه فورا، بس زين بيقول ان هم هيحتفلوا الاول زي ما وعدهم كرم، وبيشرح لهم زين المشروع الجديد اللي هيشتغلوا عليه وبيقول لهم انه هيكون مركز ثقافي كبير وعشان كده هم محتاجين افكار جديده وتصميمات مميزه. وفي نفس الوقت ده بيكون معتصم خارج من اسم الشرطه بعد ما خلص تحقيق معاه وقضى كام يوم في السجن، واول حد بيشوفه بيبقى ناصر اللي بيقابله في جراج عام علشان علاقته بيه ما تتكشفش، وبيقول انه ما كانش عايزه يقضي في السجن يوم واحد بس ما رضيش يتدخل عشان علاقته بيه تفضل في طايل كتمان، فبيشيل معتصم عنه الحرج وبيقول انه متاكد انه عمل اللي عليه، لكن ناصر باله بيكون مشغول بالشغل اكتر وعشان كده بيقول لمعتصم ان عندهم مناقصات كتير الفتره اللي جايه وعشان كده لازم يشتغلوا بحرص وذكاء اكتر من الاول. وبيقول له كمان ان اهم مناقصه بالنسبه لهم الفتره دي هي مناقصه بتنافسهم فيها شركه موزايك اللي هي نفس شركه زين وكرم، ولان المنافسه صعبه ومحتاجه معلومات كتير بيسال ناصر عن هيفا وبيستفسر من معتصم اذا كانت لسه شغاله معاه ولا لا، فبيقول له معتصم انها مضمونه طول الوقت طالما هتاخد منهم فلوس، وبيقول له ناصر ان الامور كده اسهل بس بينصحه يكلمها من رقم تاني غير رقمه. لما بنرجع لهيفا بنلاقيها واخده رولا وبتفرجها على مكتبها في الشركه، وهنا بنفهم انها اتقبلت خلاص وبقت موظفه معاهم، وعشان كده بتشرح لها هيفا المهام المطلوبه منها وبتقول لها ان كل اللي عليها هو فحص المدفوعات والمدخولات في الشركه، وبتطمنها ان الشغل عندهم سهل وكله الكتروني بدون اي تعاملات ورقيه. وفي اللحظه دي بينفذ معتصم نصيحه السيد ناصر وبيتصل بهيفا من رقم غريب وبيقول لها ان هم من هنا ورايح هيتواصلوا عن طريق الرقم ده، وبيطلب منها انها تجيب له كل المعلومات المتاحه عن مشروع المجمع الثقافي وخصوصا العروض والاسعار والتصميمات، وبيطلب منها كمان تديه اسامي فريق العمل اللي هيشارك في المشروع. لما بتقول لهيفا انها شغاله في القسم المالي من الشركه وملهاش علاقه باي حد من فريق العمل في المشروع ده، بيقول لها معتصم انها هتكسب كتير جدا لو جابت له المعلومات اللي بيطلبها منها. بعدها بنشوف فراس قدام البيت اللي اشتراه الرولا بس ما بيلاقيهاش، وبيضطر انه يتصل بيها وبيتفاجئ انها في شغلها الجديد، وبيتضايق وبيفكرها انه رفض فكره الشغل دي قبل كده، بس بترد عليه رد جاف وبتقول انها مش هتسمح له يتدخل في حياتها بالشكل ده ولا انه يتحكم فيها بالطريقه دي، وخصوصا انه ملوش صفه رسميه يعني لا خطيبها ولا جوزها ولا اخوها. وطبعا الكلام ده بيعصب فراس وبيقول لها انه عمل عشانها كتير قوي وما ينفعش تيجي تقول له الكلام ده في وقت زنقته، وبتقول انها ملت منه ومن مشاكله مع باباه ومراته، رغم انه بيقول لها انه واقف مستنيها قدام باب البيت زي المتشردين الا انه بيقفل معاها السكه بعد ما بتقول انها مشغوله. وبيدرك فراس للمره الاولى انه شخص اهبل زي ما بيقول على نفسه. لما بنروح لهيفا بنلاقيها بتحاول تسرق اي معلومات من اللابتوب بتاع صباح السكرتيره، بس مش بتلحق لان التليفون بيرن وصباح بترجع علشان ترد، وبتضطر هيفا انها تهرب بسرعه. اما سالم فبيبقى هو كمان واقف قدام بيت ليل صاحبته اللي اول ما بتشوفه بتساله ان كان واقع في مشكله ومحتاج مساعده، فبيقول لها انه تعبان وعشان كده بتطلب منه يدخلوا يتكلموا جوه البيت. وجوه البيت بيقول لها سالم ان اخته نور تعبانه عشان عرفت بخيانه جوزها ليها وهي حامل منه في توأم، فبتقول له ليل ان كل مشكله اكيد لها حل، بس بيقول لها ان حالتها صعبه ومش هتسامح جوزها ولا هتسامحه هو كمان. وبتستغرب ليل من كلامه وبتساله هو ايه دخله في خيانه جوز اخته، فبيقول لها انه كان عارف وشافه مع الست اللي بيخون اخته معاها وصوره بالفيديو. وبتساله ليل ان كانت اخته زعلانه منه عشان وراها الفيديو، فبيقول لها انها زعلانه عشان ما وراهاش الفيديو، ده غير انه ابتز جوز اخته بالفيديو عشان ما يفضحوش
واخد منه فلوس كتير وخلاه يشتري له عربيه كمان. وطبعا ليه لما بتسمع الاعترافات دي بتتصدم فيه وبتساله ازاي قدر يعمل كده في اخته، وازاي يقبل على نفسه انه يكسب فلوس بالطريقه الحقيره دي، وبتقول ان اللي بيؤذي اخته بالشكل ده هيكون مؤذي مع الغريب اكتر، وبتسيبه قاعد لوحده وبتخرج من البيت وهي مش عارفه تتصرف ازاي معاه. في نفس الوقت ده بتكون ساره قاعده سرحانه في مكتبها وبيروح لها زين وبيعرض عليها يتغدوا مع بعض، فبتقول ان الوضع بقى محرج قوي بالنسبه لها، بتفهمه ان كل اللي في الشركه واخدين بالهم، وبيقول لها زين انه ملاحظ ده كويس بس مش هيسبب له اي مشكله لانه بيحبها وبيتمنى يقرب منها قدام الكل. وعلى الرغم ان ساره ابتدت تلين الا انه بتقول ان اللي حصل بينهم في الاول صعب يتنسي، بتقول له كمان ان هم ابتدوا بدايه غلط مع بعض، وبيقول لها كرم انه يقدر ينسيها كل اللي حصل، وبيفهمها انه مهما حاولت تقفل بابها في وشه هيفضل يحبها ويفضل عنده امل، وبيقول لها لو ما قبلتش تتغدى معاه في الشركه يبقى لازم تقبل عزومته على العشاء. بعدها بنشوف السيده سميه وهي ماسكه صوره زين وساره وعماله تعيط، وبتكلم جوزها ماجد اللي مات من كذا سنه وبتقول ان ابنه واخد طباعه وطالع له، وبتتمنى لو كان هو عايش عشان يجي يشوف بنفسه الفضيحه اللي جايبها لهم. وطبعا بتكون قصد علاقته بساره. لما بنرجع للسيد ابراهيم بنلاقيه لسه قاعد في البيت وما راحش الشغل، عشان كده ادهم رئيس العمال عنده في الشركه بيكلمه وبيطمن عليه وبيقول ان فراس هو كمان غايب وما جاش، وبيقول له السيد ابراهيم ان فراس مش جاي الشركه تاني. وقبل ما يفوق ادهم من الصدمه بيقول له واحد من العمال ان في راجل عجوز جاي يسال عن فراس. وفي نهايه الدوام بنشوف ساره وتيما ماشيين من الشركه، وبنشوف هيفا لسه قاعده في الشركه وما روحتش، وبتروح لصباح وبتقول لها ان في مهندس ضيع البرزنتيشن بتاعه ومكسوف يجي يطلبه منها، وبتاخد صباح الفلاشه اللي عليها البرزنتيشن وبتروح تديها له بنفسها. وعلى طول بتستغل هيفا الفرصه دي وبتحاول تسرق معلومات مشروع المركز الثقافي من لابتوب صباح، وفعلا بتنجح في ده وبتنقل كل حاجه على فلاشه وبتهرب. وبالليل بتحاول ناديه تخلي جوزها السيد ابراهيم ياكل بس بيرفض وبيقول لها انه فشل يربي اولاده، وعلى الرغم من انه طول عمره بيتكلم عن القيم والمبادئ الا انه ابنه طلع فاسد وبيخون مراته في مكان اكل عيشه. وفي نفس الوقت ده بترجع ليل لبيتها وبتدخل من غير ما تتكلم مع سالم، ولما بيقف قدامها عشان يحاول يستعطفها بتسيبه وبتطلع على اوضتها. اما فراس فبيبقى هو كمان واقع في نفس المشكله، ولما بتوصل رولا بيتعصب عليها وبيقول لها انه قاعد مستنيها من الصبح، وبيقول لها كمان انه اتطرد من البيت وانتهى خلاص وما بقاش يقدر يروح الشغل، بس مش بتبين اي تعاطف معاه وبتسيبه وبتدخل اوضتها. ولما بنرجع لزين بنلاقيه رايح يطمن على مامته سميه، ولما بيسال عنها مديره المنزل بتقوله انها قاعده في اوضتها من الصبح ومش راضيه تتكلم مع حد، وبيقرر انه يطلع لها اوضتها ويخبط عليها، ولما بتفتح له بتبقى متعصبه بتقوله انها عايزه تقعد في اوضتها شويه براحتها، بس بيقول لها انها مش طبيعيه، وبيقول لها كمان انه عارف انها طول اليوم بتصرخ وبتتكلم مع نفسها، ده غير انها رجعت للمهدئات مره ثانيه. وبيمسك التابلت بتاعها وبيشوف صورته مع ساره، لما بيسالها عن الصوره بتقوله انه دي فضحته اللي مبوظ بيها سمعه العيله، وعشان كده زين بيتعصب وبيقول لها ان قلبها اسود والماضي اللي عاشته مع ابوه مسيطر عليها ومخليها تشك في كل الستات وتقلب حياته هو شخصيا لجحيم عشان فكر يرتبط بواحده مش على هواها، فبتقوله ان الماضي اللي عاشته مع ابوه بتعيشه معاه تاني. وهنا بيفقد زين اعصابه وبيطلب منها تبعد عنه وتبطل تعيش دور الضحيه اللي طول عمرها عايشه فيه، وبتتضايق منه سميه وبتقول انه بيتكلم معاها بطريقه وقحه وفيها قله ادب، وبيقول لها انه مش قايل ادب ولا حاجه، وكل اللي هو بيعمله انه بيواجهها بالحقيقه، وقبل ما يمشي بيسيبها وبيديها التابلت وبيقول لها انها تقدر تعيش في الماضي وتتعذب لو كانت حابه كده. بعد ما بيخرج زين من عند امه بيتصل بيه وائل وبيقول ان الشرطه افرجت عن معتصم، وبيطلب منه زين انه يكلم فاروق ويخليه يروح على بيت ساره ومعاه اتنين شباب من الشركه، وبيقول انه لازم يروح هو كمان عشان يطمن عليها، وبتفضل المصايب ترف على دماغ السيد ابراهيم بسبب ابن فراس. وبعدها بنشوف ادهم رايح له بنفسه عشان يتكلم معاه، وبيقول ان المستاجر اللي ساكن في بيتهم بيشتكي من ان المشتري الجديد عايز يخرجه من البيت، وبيتفاجئ السيد ابراهيم وبيقول انه ما باعوش البيت، وبيقول له ابراهيم ان فراس هو اللي باع البيت والمشتري الجديد مصمم يخرج المستاجر منه. بعدها بيمشي ادهم بيقعد السيد ابراهيم مع نفسه وبيفضل يفكر في اللي ابن فراس بيعمله، وبسبب حزنه الشديد بتجيله ازمه قلبيه، بيقع على الكرسي وهو حاطط ايده على قلبه، لما بتحس بيه ناديه بتجري عليه وبتحاول تسعفه، وعلى طول بيتجمع كل اللي في البيت على صوت ناديه وهي بتصرخ. بعدها بيطلب الاسعاف وبيتنقل السيد ابراهيم للمستشفى. في نفس الوقت ده بيكون زين وصل لبيت ساره وبيدخل يقعد معاها ومع ابنها ابراهيم عشان يطمن عليهم، وفي اللحظه دي بتتصل ناديه بساره وبتقول لها ان حماها ابراهيم جات له ازمه قلبيه واتنقل للمستشفى. وبينتهي الجزء ده من المسلسل. الفيديو ده كتبته ساره شوكت، سجلته امل عقيل، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.